بداية فيديو جديد معكم محمد. النهاردة اقوى فتح باكجات بيس. طبعا قبل ما مش مشتركين اشتركوا تحت وفعلوا جرس التنبيهات ويلا نبدأ بيس 20 تفتح باكجات. يلا وزي ما انتم شايفين يا جماعة ماشي. قبل ما ابدأ هوريكم الخطة عشان تفتكروا افجر خطة في بيس. تاتا يا جماعة دي اجمد خطة. هو يا جماعة هوريكم التبديل بقى. شوفوا يا جماعة اجمد خطة في العالم. قوتها 4146. شفتوا يا جماعة مين؟ شفتوا شوفوا 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 مين؟ بصوا يا جماعة ندش من الدنيا في بيس والله. نشوف الباقي دول كلهم انا هحولهم و لأجنت ماشي. فدلوقتي هنفتحوا 14 هدية. انتوا شايفينهم هم ماشي. كوينز بقى وفلوس. ريسيف اول 40,130 كوينز ماشي كده. 65,000 وهنا كام؟ 150. فدلوقتي هنفتح باكجات. هندخل على الاجنت ده يعني كده. هفتح لكم دلوقتي باكج روما ماشي. يعني هندخله هنا كده ونفتحه باكج روما. بصوا اللعيبة هوريكم اللعيبة دلوقتي بتاعته. انا فتحت نابولي فانا قلت افتح لكم روما في فيديو بقى واقعد افتح باكجيات ماشي وتشوفوا بقى هيجيلي مين. كلها بلاك ماشي. هفتح بقى وان شاء الله هيجيلي اجمد واحد موجود اصلا. جماعة انا معايا حوالي 60 اكتر من 70 واحد بلاك. يعني انا بلعب بيس من 2017. بصوا بقى الباكج بقى يفتح زي اوبا اوبا اوبا. شفتوا بيفتح بطريقه جامده. بصوا هشوط دلوقتي كره بلاك اللي هي اجمد كره موجوده. بصوا هيمسكها دلوقتي تاني فيديو. شفتوا يا جماعه افجر افجر ناس اوبا. شفتوا يا جماعه الصوره بتيجي ازاي بقى واديداس مش عارف ايه. يلا بقى نفتحوا البوكس. ندخل على البوكس كده. 25,000 يعني معانا محاولتين او ثلاثة. ندخلوا هنا كده اوريكم اللعيبة يا جماعة اهو ماشي. دور كده حد بلاك هنا. فانا عايز كوتينيو. فيا رب يا رب كوتينيو عشان هو اللعيب اللي موجود انا نفسي فيه اصلا. شوفوا بقى هيفتح لي مين الثلاثه بقى. ارجنتين ده هيجي لي سايفر جماعه. اول واحد سايفر هيجي لي لسه اتنين كمان. ثلاثه سايفر فيا جماعه. لسه معانا محاولتين. فانا عملت كل الفلوس دي عشان اوريكم في الاخر ايه اللي هيجي. لا ده مش بلاك. بلاك الله اكبر. ليواندوسكي ليواندوسكي الله الله. كوتينيو الله الله. جماعه فتحت اللي انا كنت عايزه. شفت حظي؟ تركو عايز افتح كوتينيو وفتح لي فعلا. انا مش مصدق نفسي يا جماعه اقسم بالله. ماشي تعالوا بقى نقوي اللعيبه. يعني انا دلوقتي عايز اقوي كوتينيو. فدلوقتي جالنا هديه ماشي 500,000 16,000. ادخلوها على ماي تيم ماشي. انا معايا سكوتس كتير هحولها. بصوا بقى هنا هحاول كل السايفر سايفر سايفر ده سايفر بس كده. انا هتكسل لك ادي واحد جماعة. ده الجزء الثالث بيس. ايه تلاتة اربعة جماعة. عايز اقول لكم حاجة على روبرتسون ده اول ما دخل في اللعبة كان سايبر. شايفين هو كام دلوقتي بقى؟ جامد
بره يعني كده. هما المفروض 3، انا هحولهم لحظة. انا بعمل ايه؟ اكشن جماعة هيساهموا بألفين جنيه. استنى، لا انا عايز احولهم. هما باين مش بيتحولوا. انا بصوا تريننج، لا برضو مش كده. بصوا يا جماعة، انا هبيعهم ماشي وخلاص. يعني بصوا هبيعهم واستفاد بفلوسهم، يعني في نفس الوقت يعني فلوسهم دي هتجيب لي، ممكن اشتري احوشهم بقى واشتري بيهم حاجات كتير خالص. احنا لسه فاتحينه اهو، لسه فاتحينه حالا مع بعض ماشي. بين 18,000. فيلا بقى هرجع كده. ايه اللي عايز ماتش يا جماعة يكتب تحت في الكومنتات. وبس وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ده فيديو بس تفتح باكجات، جالنا فيه 2 بلاك يعني زدنا، بقينا ممكن اكتر من 70-80 بلاك. فانا لما ادخل على 100 بلاك لازم اعمل فيديو ماشي. والسلام عليكم.